الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. محاضرتنا اليوم راح نتعلم بيها شلون نسوي غلاف سيتي. مثل ما تشوفون هاي السيديات وياها التصاميم المختلفة، أريد تعرف إنه هاي القطر مال الدائرة هو 12 سنتيم طول و 12 سنتيم عرض. المساحة اللي تريد تقطعها اللي هي هاي الفارغة قد تكون 2 سنتيم مثل ما نشوف هنا، أو قد تكون 4 سنتيم مثل ما تشوفون هنا، يعني يكون بدون تصميم هذه المساحة. لذلك راح تختلف من تصميم لتصميم حسب الأبعاد مالت السيدي مالتك. مثل ما تشوفون هنا أنا صممت هذا السيدي الأول وهذا السيدي الثاني. راح نبدي المحاضرة من البداية، كنترول N، تنطي اسم إلى التصميم مالتك، تحتاج تختار إنه وحدات التصميم تكون بالسنتيمتر، 12 سنتيم العرض والطول 12 سنتيمتر، الريزوليوشن 300، سي ام واي كي تختاره كولر وترانسبيرنت وتقول له اوكي. راح تنفتح لك هذه الصفحه، تروح الى تول اسمها الابتيكال مارك جو تول، تختار هنا فيكست الستايل مالته فيكست سايز، العرض مالته 12 سنتيم مثل ما قلنا، طبعا هاي السنتيم انت تكتبها، وهنا أنا 12 سي ام يعني سنتيمتر. اضغط هنا تظهر لي هذه الدائرة، ادنيها واعدلها الى ان تكون بالوسط، امليها باللون الابيض بالكنترول باك سلاش، لان اللون الخلفي هنا هو اللون الابيض، فبالكنترول باك سلاش نعطيك اللون الموجود هنا اللون الخلفي. كملت هسه حتى اتاكد انه هاي الدائرة بالسنتر يعني بالوسط، أسوي كنترول أي أأشر اللاير كلها مثل ما تشوفون المؤشر، وأروح إلى لاير اللاين لاير تو سيلكشن، وأختار الفيرتيكال سنتر يعني عملية التوسيط العمودي. أروح من جديد إلى لاير اللاين لاير تو سيلكشن، وأختار الهوريزنتال الأفقي، وأتأكدت أن الدائرة مالتي متوسط بالوسط بالضبط. أسوي لاير جديدة من هنا من هذا الاختيار نيو لاير، اوقف أأشر على اللاير أأشرها، وأقوم بعملية رسم دائرة أخرى من نفس التول، بس هنا راح يكون الأبعاد مالتها تختلف. راح أختار 5 سنتيم بـ5 سنتيم الطول والعرض، وأأشر راح تظهر لي هذه الدائرة، أوسطها بنفس الطريقة وأمليها باللون الأسود. ممكن أمليها باللون الأسود الأمامي من خلال طريقة أخرى تول اسمها Paint Bucket Tool، أضغط عليها حصير هذا اللون الأسود، أوسطها بنفس الطريقة إذا أحب أتأكد من التوسيط. أحتاج أكون لاير جديدة، وهنا أنا راح أحتاج أرسم نفس الدائرة بس بأبعاد 4 سنتيم، وهذا راح يكون مقدار القطع، 4 سنتيم، وأرسمها وأخليها بالوسط. وهنا أنا بعد ما أوسطها أضغط باك سلاش، كنترول باك سلاش حتى يكون اللون الأبيض. هسه أنا اللي أريده أريد أقطع هذا الجزء لأن ما أحتاجه، فبالباك سلاش ينقطع، أروح لللاير الثانية أشرها وأضغط لي باك سلاش حتى ينقطع اللي هو الديليت، واروح لللاير الثالثة واضغط باك سلاش حتى تظهر لي اللوحة الشفافة، فاعرف انه عملية القطع تمت بسلام. هسه اريد اكتب على هذا السي دي بشكل دائري، اروح الى تول اسمها إلابس تول، وارسم الدائرة، وحتى تكون الدائرة مضبوطة تضغط على شيفت والت بنفس الوقت، راح تكون الدائرة أبعادها كل الصحيحة ودائرية مثل ما تشوف. رسمت هاي الدائرة، حتى أحركها أروح إلى تول اسمها Path Selection Tool، وأحرك وأعدل مكان الدائرة اللي أريد أكتبها بيها أو على حدودها، وسطتها. أروح هسه لأداة الكتابة Horizontal Type Tool، وأتأكد من إنه Horizontal Type Tool أختار نوع الكتابة،
وأختار حجم الكتابة، وأختار لون اللي راح أكتب به، ومن ثم شوف المؤشر حيكون مائل. مو يكون المؤشر مائل، راح أجيب عن التكست اللي أريد أكتبه. أنت تكتب التكست اللي يعجبك، وأوقف على المكان اللي أريد أبدي به الكتابة، ومن ثم كنترول بي قيادة، راح يصير المكان دائري. تقدر تكتب أي كلمات أنت تعجبك على السي دي، اللي هو عنوان السي دي. بعدين إنه نريد نتعلم شلون نضيف صورة إلى السي دي. المكان اللي تريد تضيف فيه الصورة هو الدائرة الكبيرة، فتأشر اللاير 1 وتأشر عليها المارك فيو تول، المارك فيو الابتكال مارك فيو تول، وأخلي الإشارة أو الدائرة حدودها 12 ب 12 حتى تكون الصورة بداخل هذه الدائرة. أروح أخذ الصورة، أفتح الصورة اللي تعجبني، بس أقطع الجزء اللي أنا أريده. أروح إلى ريكتانجولر مارك فيو تول، وأقطع الجزء اللي أريد أضيفه، وأقول له كنترول كوبي، أستنسخه وأرجع للبلاير اللي أنا محددتها. وهنا أنتبه، أروح إلى الإديت، مو كنترول في بيست العادي، لا، أروح إلى إديت. أكو بيست أو لصق سبيشال خاص، بيست سبيشال، وأحتاج أختار بيست انتو. هذه هسه الصورة ظهرت لي، شوف وين ظهرت لي، حجمها صغير. أقول له كنترول تي حتى تطلع لي هاي المقابض. أجي أكبر، انتبه بس أكبرها، ما تطلع خارج الحدود اللي أني محددتها، تنتبهون ما تطلع لي غير بالحدود اللي أني قاسمتها، حددتها، خزنتها. هسه أحتاج أقطع الجزء الدائري الوسط اللي بيها، اللي هو 4 سنتيم، 4 سنتيم، أحدد وأرسمها للدائرة، وهنا أقول له باك سلاش، فصارت هذه التصميم النهائي للسي دي.